وانت يا رؤوف هتقف على عزمك، انت خلاص ما بقتش صغير. كرهت ابويا قوي في اللحظه دي، كرهت الراجل اللي بيطلب من عيل صغير يقف عزم وهي لسه غرقانه في دمها. يتيم شايل يتيم. بس والدك ما قالش اي حاجه غلط. عارف، بس انا كنت ساعتها عيل صغير شايف امي كل يوم وهي بتموت في جلدها لما بتشوفه، لدرجه ان هي رفضت تتعالج وفضلت ان هي تموت على ان هي تنام جنبه في سرير واحد.